تصدي دولة الإمارات لقصف الحوثي بصواريخ والطائرات المسيرة يعتمد على منظومة دفاعية متنوعة تشغل أبو ظبي صائد الصواريخ البالستية والصواريخ التكتيكية وصواريخ الكروز والمعروف باسم MIM-104 باتريوت باك 3. الصاروخ وهو من إنتاج شركة لوكهيد مارتن طور بتقنية الضرب للقتل هيت تو كيل، حيث يعترض الصاروخ المعادي عبر الاصطدام به مباشرة وتدميره، ونجح فيه بشكل كبير جدا الدفاع الجوي السعودي أيضا كأول نظام دفاع جوي في العالم موثوق ومجرب يسقط المئات من الأهداف البالستية والكروز والدرونز. إلى جانب ذلك تمتلك قوات الدفاع الجوي الإماراتية منظومة ثاد الأمريكية التي تعمل بالتوافق مع نظامي باتريوت وباك 3 وتعتمد على الطاقة الحركية عند التصادم لتحقيق الإصابة الفتاكة. كما تتزود دولة الإمارات بمنظومة باتريوت من شركة ريثن الأمريكية وهو نظام دفاع صاروخي يتألف من الرادارات وتكنولوجيا التحكم والقيادة وأنواع متعددة من الصواريخ الاعتراضية. نجد أيضا ضمان أو ضمن قائمة منظومة الدفاع الجوي الإماراتية صائدة الأهداف بانتسر S1 وهي منظومة دفاع روسية مضادة للطائرات أيضا وقادرة على ضرب الأهداف البرية، ومنظومة سكاي كي نايت وهي أول منظومة دفاع جوي تنتجها شركة هالكن الإماراتية. منظومة سكاي كي نايت وبحسب مجلة ديفنس نيوز يمكنها التصدي أيضا للصواريخ وقذائف المدفعية وقذائف الهاون والطائرات المسيرة والطائرات الثابتة الأجنحة في مدى يزيد عن 10 كيلومترات. وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت في نوفمبر الماضي اعتزامها الاستحواذ أيضا على منظومة الدفاع الجوية الكورية في صفقة قد تصل قيمتها إلى 3.5 مليارات دولار.